السلام عليكم، الاخبار؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحه وسعاده. ان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن اهم ماده او ماده مسكنه معظم الناس بيستخدموها او بيستخدموها بالطريقه الخطا. طبعا بنتكلم النهارده عن دواء مشهور جدا اسمه الكيتولاك. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكيتولاك دي متوفر بيه اللي هو ممكن يبقى راس او حقن. وطبعا اي حد بيبقى عنده مشاكل او عنده وجع او وجع شديد جدا او نشران في الجسم او اي وجع بيقدر يروح الصيدلية بيوصف لنفسه هو الكيتولاك. بس في حاجات لازم نعرفها عن الكيتولاك. الكيتولاك ده يعتبر من أقوى المسكنات اللي ممكن تستخدمها على الإطلاق. طيب معظم الناس اللي بيستخدموا الكيتولاك بيستخدموها بعد العمليات الجراحية علشان بيبقى فيهم أو عندهم وجع شامل في الجسم، فبنوصف لهم اللي هو الكيتولاك عند اللزوم فقط، ما ينفعش يمشي عليه فترات طويلة برضه. طيب ليه بقى؟ لأن مادة أو الكيتولاك من الحاجات أو من المسكنات الخطرة جدا ومن أقوى المسكنات اللي ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا على الكلى. طيب هل المسكن ده بس اللي هو بتاع الكيتولاك هو اللي بيعمل مشاكل بس على الكلى؟ لا طبعا، في أو كل المسكنات بتعمل مشاكل كبيرة جدا على المعدة والكبد والكلى. فيعتبر الكيتولاك سواء قراص أو حقن من الحاجات المشهورة جدا بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الكلى، وفي ناس بيحصل عندهم فشل في الكلى بسبب ان هما ماشيين على المسكنات. طبعا 30 ميلي جرام من الكيتولاك بيساوي 10 ميلي جرام من المورفين. طبعا كلنا عارفين المورفين اللي هو المسكن اللي هو المسجل في الجدول اللي هو ما بيتصرفش الا برشطة من الدكتور، والروشتة دي كمان تكون مختومة. يعني لو انت خدت 30 ميلي جرام من الكيتولاك دي بيعادل 10 ميلي جرام من المورفين. يعني شفت خطورة المسكن ده، وفي ناس بيستخدموه يعني بيمشوا كده عليه بالشهور. وطبعا المستشفيات كتير جدا بالناس اللي هما بيعملوا او عندهم فشل في الكلى واللي بيغسلوا الكلى علشان بيستخدموا مسكنات عمال على بطال. طيب في الحالة دي المفروض الاستخدام الآمن للكيتولاك استخدمها قرص او حقنة واحدة بس عند اللزوم، وما ينفعش استخدمها لا تحت اشراف الطبيب او الصيدلي. طيب وما ينفعش استخدمها برضه فوق الثلاث ايام، وفي ناس بيقول لك ما ينفعش استخدمها اكتر من 5 ايام، بس احنا بناخد بيه العدد الاقل اللي هو 3 ايام علشان ما يحصلش اي مشاكل من الكيتولاك. وبكده نكون افدناكم. يا رب كنتوا استفدتم، ويا رب تكونوا ما تستخدموش اي مسكنات عمالة بطال الا عند اللزوم فقط او تحت استشارة الطبيب او الصيدلي. ولو انت عاوز اي مسكن يكون مناسب لحالتك تقدر تتجه للبروستامول، تقدر تستخدم فيه اي حاجة زي ما انت عاوز لحد 4 ميلي جرام في اليوم. يعني كل ما يحصل وجع تقدر تستخدم اي بروستامول او بنادول، بنادول اكسترا، بنادول ادفانس. الحاجات دي هتبقى كويسة جدا. لو الوجع شديد تقدر تروح للطبيب ويوصف لك الدواء اللازم. وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم. نشوفكم الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.